علي حيشك يا فايزة. يا اختي انا كنت حاطه الفلوس في موقع ومخبيها في الدولاب عشان خاطر الولاد، ما مدتش ايدي عليهم خالص، معرفش بقى اتاخدوا امتى. انت يا ريتني ما بلغتيش الحكومه، كان لازم تعملي محضر. حكومه ايه يا فايزه؟ حكومه ايه؟ هو في حكومه النهارده بتجيب حق الناس الغلابه؟ لا يا اختي لا، الفلوس اللي خدها حد مننا وقطع دراعي من هنا، وانا عارفه مين. نعيمه. عرفتش منين يا بنت؟ كل النسوان البيت بيقولوا كده، هو في حد غريب يقدر يطلع هنا؟ محدش غريب بيطلع هنا. سيد طول النهار في شغله، وانا متطفلحه بين المستشفيات والحي عشان الكشك، هي اللي مرزوعه هنا ليل نهار لوحدها على السطوح. ده اللي احنا بنقوله. ماشي بس وكتاب الله الفلوس دي هترجع، يعني هترجع ان شاء الله يكون بمطها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه خير؟ مالكم قاعدين كده ليه؟ في حاجه؟ ده صحيح، ما انت ما دريتيش. مش ولاد الحرام سرقوا فلوس التعويض ودخلوا شقه محروسه؟ يا لهوي، امتى يا اختي حصل ده؟ انا عارفه بقى اكيد وانا مش موجود. قطيع، يا ريتني يا اختي ما كنت رحت. اختي بعد الشر عليك، اخس عليك يا فايزه اللي تنكدي عليها. لا ابدا يا ست محروسه، ده احنا اهل برضه. واكتر والله، ده انا لسه بقول لفايزه اتاخرت عند اخوها وقطعت بيا. لا ابدا، ربنا يديم المعروف بينا يا اختي. سلام عليكم بقى. بس قولي لي يا اختي، ده ايه الحلاوه والشياكه دي كلها؟ اسم الله اسم الله. ده بصي بصي يا فايزه، لا تاكل من ايدك حته يا بنت. اصل اخويا جابها لي يا اختي، صعبت عليه والنبي. ربنا يخليهولك. طبعا امال هتكوني سرقاها؟ سرقاها سرقاها، ده يا اختي اوعي. ودي يا فتحي اقعد هنا مع قابلتك فايزه. تعالى يا فتحي. دراهي يا محروسه، في ايه؟ ما جراش، خشي وهتفهمي كل حاجه. في ايه يا اختي؟ مش يا بيت فوتك يا زغده في قلبك. في ايه يا اختي يا محروسه؟ الله، يلا افتحي. الله، وايه اصله ده يا اختي؟ اهو فتح. خشي فايزه، ما تدخليش حد علينا. ايه انت بتقفلي الباب بالترباس ليه؟ مالك بتبصي لي كده ليه يا محروسه؟ هو انت فاهمه يا بيت انك هتسرقي محروسه وتطلعي منها زي الشعره بالعجينه؟ يا هب، ده انا لفك وبرمك واحطك في عبي 10 سنين على ما يبان لك صاحب. قصدك ايه بقى بالكلام ده؟ ايش ايش ايش، حلوه الحاجات الجديده دي يا اختي، تعيشي وتلبسي. عيني يا عيني، عيني يا عيني يا عيني يا عيني، يا مدندش يا قميص النوم يا اختي يا اختي، وفلوس كمان. بقول لك ايه، انا عمري ما مديت ايدي على حاجه حد. لعبت الغوشه اللي فيه. غوشه؟ غوشه ايه؟ لا يا بنت، الغوشه بالذوق، بدل ما نستر الشبشب على جتتك وفي الاخر بنتك يتخرب من الفضيحه اللي هفضحها لك. انا كل ده مش عايزه اسيح لك عشان خاطر سيد. تسيحي تسيحي لمين يا حبيبتي؟ بقى انا جايباك عشان نتكلم حبايب حبايب، واقول لك ابعدي عن جوزي، تقومي ملبساني سريقه؟ لا لو النبي. صدقي يا بنت انا غلطانه اني كنت عايزه اصبر عليكي. انا الحلوه الهيل كنت فيها تجيبوا فيه. تعالي ما صعبناش عليكي يا بنت، كنت تسرقي فلوس يا بنت. يا بنت ده انا عندي وضع عاجز يا بنت كتير، ده انا اشتغلت عشان اقتل العيال. والنبي ده حاطط ايدي، والنبي ده خلقك النهارده، والنبي لما تتفرج هتتنسي مني. ايوه فاهمه انك هتتنسي مني. ها يا بنت بتبصيلي كده ليه؟ اوعي. بيبصولك عشان حراميه وسمعتك في دراعك. ما تصدقوهاش، ده هي اللي عايزه تخطف جوزي بعد ما جوزها مات. اخلص يا انسانة. طول عمري توبي طاهر يا حبيبتي، ما فيهمش مره هتصدقك. احنا طول عمرنا متربيين مع بعضينا وما فيش حاجه حصلت كده، انت اللي جايه علينا جديد. مره غياره وقلبك اسود وحسوده. اقلع يا بنت الغويشه. استنى يا سيد. اقلع يا بنت الغويشه بدل ما اقطع ايدك واطلع. اوعي يا اختي انتوا. لا يا بنت مسكيه كويس يا فايزه. ايه ده؟ لا 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 يا بنت، ايه يا بنت؟ في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ الحقني يا سيد، الحقني يا اخويا، لما كسرت عينها وقلت لها تبعد عن جوزي حبيبي، اما طلعش عليها يا اخويا اللي تلبسني سريقه. خلاص يا وليه مجنونه انت؟ ايه الكلام الفاضي اللي بتقوليه ده؟ مراتك هي اللي سرقتني يا سيد. لا عيب كده، عيب ما يصحش. شفت شفت يا اخويا اخرتها اللي بتعطف عليها وتحسن وتحرمني من غيرهم؟ اسكتي اسكتي يا نعيمه. لا يا ام عبد، لا نعيمه لا يمكن تعمل حاجه زي دي.
حتى لو عمل بيها راجل يترد عليه برضه. كلمتها في الاول كده عدية بالعالي بيني وبينها، هي اللي صوتت ونمت كل النسوان. وهي هتتبلى عليها ليه؟ هي محروسه بتكذب من امتى يا سيد؟ صاحب العقل يميز. انت اني المره دي بقالك قد ايه؟ عمر شفت اخوها جاب لها حاجه؟ اسالها بقى على الفساتين وقمصان النوم المهش اللي معاها. واحنا من امتى شفنا لها؟ دول منين؟ رد يا بيت، الفلوس دي منين؟ ايه يا اخويا انت لسه هتبص لي بدل ما تاخدي حقي؟ ايه يا اخوانا؟ ايه يا اخوانا في ايه؟ الله، بتبصوا كده ليه؟ اما بعض الظن اسم انا. انت اللي غلطانه انك ما كلمتيش من الصبح. كنت بعمل باصلي يا اختي، كنت عايزه الاقي طريقه ما اخسرش بيها سايب، بس ما عجبتش بنت الحرام دي. يلا يا مرا يا اللي ماشيه على حل شعرك يا خطفت الرجاله. مش كده نعيمه؟ نعم ليه انت العادي؟ فاكراني زيك يا حبيبتي؟ جوزي ينزل يروح الشغل من هنا، ارمي الواد عند فايزه وما ارجعش غير رصاص الليالي بهشكه ومفشتكه. الكلام اللي انت بتقوليه ده يا ام عبد، وليه ما قلتيش الكلام ده قبل كده؟ يعني ايه بقى يا استاذ سيد؟ يعني مصدقها ومكذبني؟ تسرقني وتضربني وكمان مصدقها؟ يبقى بينك وبينها حاجه. لا انا اللي هزرق جدتك النهارده بقى. يا اخوانا بس بس يا ناس، خلاص بقى فضوا اللمه دي، كرستونا، مش تعصب وضايع هي، ما تهدي شويه بقى. بص يا سيد، الذهب في ايدها اهو، الشنطه فيها قمصان النوم الحمراء اهي، والفلوس اهي. ليك حق عندي على الكلام اللي قالته نعيمه يا ام عبده، لكن انا برضه ليا حق عندك لو طلعت مظلوم. في ايه يا سيد؟ طول عمرك راجل وحقاني. امسك يا سيدي. خلي الفلوس دي معاك يا محروس. هنا هنا على اخر الزمن يتقل مراتك وتخرج من وراك. هنا اودي وشي من الناس فيه. عايشين ازاي في المنطقه دي بعد كده؟ والله العظيم ثلاثة يا اخويا كدابين، كلهم كدابين. كلهم كدابين؟ كلهم متفقين عليكي؟ هي اختها يا اخويا اللي مطلعين عليا السمعه دي والله. ليه؟ مصلحتهم ايه في كده؟ ما انا قلت لك يا سيد قبل كده، المره دي سوا وعايزه اي خروف يا اخويا تتجوزه عشان يصرف عليها هي وعيالها. اخرصي يا بنت الكلب، خروف مين؟ محروسه لا يمكن هتبص الراجل تاني بعد جوزها مهما حصل. لكن ماشي، هي بنت 60 في 70، وانتي الهدوم دي والفلوس اللي معاكي والغويشه اللي بايدك جبتيهم منين؟ ما انا اصلي ايه؟ اوعي تكتبي عليا تاني. ايه؟ هتقولي لاخوكي؟ على سيد يا بنت اخوكي اللي يحط مهر اخته في كرشه ويبعتها لراجلها بهلاهيل، لا يمكن هيجيب الحاجات دي كلها. يابا انا خدت حقي. حقك؟ ايوه حقي، اللي عملت بعثه شمال ويمين عليهم. انا اولى يا اخويا. انت سرقتيهم؟ بقول لك خدت حقي. كسر حقك بعيده؟ لا وايه؟ راجعه والغويشه في ايدك، يعني مش حراميه وبس، حراميه وهبله كمان. انت بنت مش عارفه مين محروسه عسليه؟ وانا كنت اعرف يعني ان هي بجحه كده وهتجرسني وسط الخل. هي اللي برضه بجحه ووش مكشوف. رحمه ابويا الغالي، لولا الواد ابني اللي ملوش اي ذنب ده كنت قتلتك دلوقتي وشربت من دمك وخلصت نفسي من عارك يا ابو كريمه يا بنت الوطيه. روح يا بنت، روح لم الحاجه وكرتنيها، هنرجع الفلوس للوليه ونعذر. قولي احسن يا اخويا بركه يا جامع. لسه الحساب مخلص. كنت بتخرجي تروحي فين من ورا؟ بتقابلي مين؟ ابدا يا اخويا، انا كنت بروح لاخويا وبرجع في نفس اليوم، وانت عارف طبعا الفيوم ساعه رايح وساعه جاي. ماشي يا نعيمه، ماشي يا حراميه بنت الوطين. تسري انت اصلك ما تعرفيش جوزك يبقى مين، لكن انا هعرفك دلوقتي حالا جوزك يبقى مين. Thank you.
وفي عينك وعين اللي خلفوكي. ما انا قلت لك يا رحام الفلوس اللي كنت مدكنها عشان اطلعها عربون للارض، بس انت اللي زيك ما عملاش عينيها التراب. معلش يا اخويا والنبي حقك عليا، ما مش هعمل كده تاني. لا خلاص من هنا ورايح فيه نظام جديد خالص. خلاص يا سيد اللي تقول عليه انا هعمله، كلامك اوامر يا اخويا، على عيني وعلى راسي اي كلمه تقولها. ولو اللي انت عملتيه ما تنسيش ابدا يا نعيمه، فضحتيني وجبتي لي العار، منك لله يا بعيده. انت ده انت هتشوفي معايا ايام سوده، مش هوريك يوم حلو ابدا. اقول لك حاجه بقى كمان، هتجوز عليك، ايه رايك؟ وانت تعيش خدامه تربي ابنك. ماشي يا سيد، عايز تتجوز يا اخويا اتجوز، اللي ريحك اعمله طالما انت راضي كده. كون الفلاحين ده ما يخلش عليا ابدا. بقول لك يا بت، قولي من وشي انا مش طايقك، وكتاب الله ما طايقك. يلا غوري امشي من هنا، امشي كده برضو يا سيد. وانا اللي كنت جايبه لك كوبايه شاي عشان تروق بيها راسك، طب خد كوبايه الشاي وانا هغور من وشك يا اخويا. هاتي كوبايه الزفت ويلا غوري من وشي. روحي روحي، جاتك البلا، روح ربنا يهديكي. بس يهديك ازاي؟ استغفر الله العظيم يا رب. سيدي ما يتأمن لهاش يا سيد، لازم تشوف لك صرفة وتطلق المرة دي. موتني لو ما هربت منه. هو مين؟ المفتري الظالم ابن الحرام. اتكلمي بالراحه، مش عايز وجع دماغ على الصبح. هو مين ده اللي كان عايز يقتلني؟ جوزي يا باشا، جوزي سيد. قول له يا واد، قول له مين اللي دورني كده. ابويا سيد. نعيمه بنت نعيمه شابت نعيمه. يا بنت الكلب. ايوه افتحها يا محروسه. في ايه؟ في ايه؟ انت صح يا ام عبد، انت صح. البنت نعيمه سرقتني انا كمان وخدت الواد وهربت. يا لهوي يا سيد، وكتاب الله لو اقدر اسيبها كنت سبتها يا اخويا، بس انت عارف الظروف، ما حلتش غير القرشين اللي هي خدتهم، يعني يا خرب بيتي يا خرب بيتها. انا اللي مش حاسبها، وهجيبها من قفاها واخليها تبوس راسك ورجلك كمان. اذا كان على الفلوس اللي بقيها لك عندي كلها جمعه بكتير واجيبها لك. لا يا اخويا لا ما تخافش. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. باشا عاوزك في الاسم يا اسطى. عايزني حد يعور مراته كده يا راجل؟ البنت فاطمه يا سيد، مش كفايه مجوعها ومعريها وحارمها من عين الدنيا؟ بالذمه ليك عين تقول كده؟ ما انت عارف كويس ان انا كنت شايل اختك في عينيا دول، وكل عرقي كنت برميه في حجرها، وفي الاخر عملت فيا ايه؟ خضرتني وخدت الواد ابني وكل الفلوس، كل الفلوس اللي في البيت، وهربت وانا نايم. بعد اللي عملته فيها سيد كل شيء مباح. اللي انا عملته ولا اللي هي عملته؟ لا يا راجل، تلوف على واحده تانية ويتهموها بالسرقه ويضربوها قدامك وانت واقف تتفرج. الواحده التانية دي يا عم الجدع انظف واحده في الحته كلها، ومفيش بيني وبينها اي حاجه، دي تلاكيك فارغه. الذمه مش مكسوك من نفسك راجل، ده انا كنت واقف في نص هدومي لما مسكوا اختك وقفشوها وهي جايبه حاجات اشتريتها بالفلوس اللي اتسرقت. يعني انت مصدق الغريب ومش مصدق مراتك يا سيد؟ ايوه مش مصدق اختك. يا راجل اصدقها ازاي؟ انت مش بتفهم يا جدع، بقول لك قفشوها ومسكوها. الله، سرقتهم وسرقتني، ده غير خروجها من ورايا وحاجات كتير.
بس مش قادر انطق، مش قادر اقول. لا يا سيد كده الغلط هيزيد والقعده هتقلب بغم، وزي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. انا معروف ده يا سيد الرجاله؟ ده بدل ما تقوم تجيب اختك تغيبها من شعرها وتديها قلمين قدام الرجاله دول وتحاسبها على اللي هي عملته. صحيح يا عيني على الرجاله، اخي على الرجاله. احفظ ادبك يا سيد واتكلم بالاصول، احنا ما نحبش نغلط في الضيف. وعلى ايه؟ خد راحتك يا سيد الرجاله، ما تغلط. يعني هي جات على دي كده؟ العيش ما بينكوا يا سيد ما عادتش تنفع بعد اللي حصل ده. انا مش جاي عشان ارجع اختك، انا عايزك تجيبها وتوقفها قصادي واحط عيني في عينها واعرف هي عملت كده ليه وربيها بايديا دول. قلت لك احفظ ادبك يا سيد واتكلم بالاصول، بنتنا متربيه احسن تربيه، ما هياش ناقصه تربيه. عايز فلوسي وعايز ابني اشوفه واخده يتربى في حضني. لما تبقى تطلع تبقى تشوف، وكده كده الواد من حق امه لحد ما يكبر. الله 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 الله، هي بقت كده يعني؟ يا اما بطلع واشوف الواد يا اما عافيه ومحكمه، مش كده؟ بينا وبينك القانون يا سيد، وانت ضاربها ومعورها، وكمان بينا وبينك اكتر من 10 محاضر. يعني ده اخر كلام عندك؟ وما عنديش كلام غيره يا سيد. ماشي، بس خليك فاكر، خليك فاكر ان انا جيت لغيت عندك وحاولت اتفاهم معاك بالذوق. وهتعمل ايه يعني؟ وهو اللي ناوي على حاجه يعملها هيقول برضه، وحتى لو قال هيقول هيعمل ايه ولا ايه؟ ادي كوبايه الشاي يا ام. تقول لي مالك بقى؟ مالك سرق يا سعبده، وسيد راح وقال عدولي. سيبه يرجع يا امه، هروح فين يعني؟ حتى بتوع الحي شكلهم عايزين يجمركولي. عايزين فلوس تحت الترابيزه يعني ولا ايه؟ عارف يا اخويا؟ امال مدوخني وملففني السبع لفات ليه؟ ده انا ورقي كله خلصان وعلى التنفيذ. يمكن بص لنا في القرشين اللي خدناهم في احمد وابويا. لا يا ابني ما انا عارفه، بس لا حتى من غير كده لازم ما تعملش حاجه لوجه الله. ده الراجل الضلالي عايز يشتري مني الورق عشان يتاجر فيه. يبقى شكلهم يا اما كده مش ناويين يجوا بالذوق، يبقى نروح انا وانت في مكتب نعمل لهم احلى قلق وفضايح لغايه لما نشوف القصه دي فيها ايه. صح يا واد صح، يلا عشان نتسجن ويضيع مستقبلك، مش كده؟ يا ماما احنا من غير مصلحة دي يا ماما مستقبلنا هيضيع، يبقى السجن اهون يا ماما. اكتب خالص وما تقولش الكلام. هنعمل ايه يعني يا ماما؟ نعمل اللي هنعمله بقى. انا هبقى اروح ارمي بلايا عليهم واوديهم في 60 داهية وهيبقى نهارهم اسود لو ما خلصونيش، لكن انت لا. لو النبي واقف اتفرج عليك وانت بتتحبسي. يا هد ما تخافش عليا. ده انا وقفت في السوق بعت عيش وانا عندي 9 سنين. لما نمت من غير عشاء. ده اهلي كانوا بيشحتوا عليا. نطط في 100 شغلانه وفي كل شغلانه يطلع لي فيها عفريت عامل نفسه رمل، بس ما حدش قدر عليا. ونصايح كانوا بس بيخنقوني كده ويخنقوا اللي جابوني. مش عايزك تتبهدلي تاني. سيبها على الله. السلام عليكم، ازيك يا حاجه؟ اهلا يا اخويا. تيجي هنا ازاي يا ابن الصيعلة؟ عيب يا اسطى، مصر كلها منطقه. ماشي يا عم، احنا على ميعادنا بالدقيقه والثانيه في الزمان والمكان. ربنا يستر يا عم في الطلعه دي. متخافش يا صاحبي، الفرح في الزاويه، الناس مستنينا هناك. صباح وفل يا اجدع باشا في الحكومه كلها. اهلا. اوعى سعادتك تقول لي بكره. لا اطمني، لا بكره ولا بعد. الحمد لله الموضوع خرج من عندي خلاص. سعاده الباشا رئيس الحي ما عندوش وقت يمضي، مش فاضي. نعم نعم، ما عندوش ايه يا حبيبي؟ ما عندوش دقيقتين يقصر لي على الطلب بتاعي؟ لا.